مشكلة، هم لا يعرفون ما هي العلمانية ولا يعرفون ما هو الإلحاد أصلا من الأساس. مع الموجة يعني. يعني في هذه المشكلة، يعني الموجات تجي وتروح، لكن في مسألة مهمة جدا فيما يتعلق قلنا بالفتوحات والغزو، هذه مصطلحين. أنا رأيي الشخصي أن كل انزياح بمشروع هو فتح. فتح مش فتح لازم يكون السلام، ممكن يكون أي فتح على وجه الأرض. ولهذا السبب لما كتب الشيخ محي الدين العربي فتوحاته سماها الفتوحات المكية، المرجع الأكبر في كتابات الشيخ محي الدين العربي الصوفي، الفتوحات المكية. هو زار مكة وكتب الفتوحات المكية، ماذا سيفتحه إذا؟ هو نتكلم هنا عن الفتوحات، عن الإشراقات، عن المعاني، عن الدلالات. فكل المعنى انزياح، الإيجابي للفتوحات، أي شيء فيه انزياح نحو فضاء آخر وأنت تحمل مشروع رسالة ومشروع ثقافة ومشروع فكر، فأنت فاتح ولست غازي. الغازي هو زي تيمور لانك ولا زي جالكيز خان على سبيل المثال، ما كان عنده أي مشروع. بالضبط. جالكيز خان وأرتاله كلهم لما راحوا آسيا كلهم أسلموا في نهاية المطاف. صحيح. أنا ما عندهم شيء، يعني الفتح الذين ذهبوا من اليمنيين إلى إندونيسيا وإلى ماليزيا هؤلاء فاتحين، ولديهم مشروع، مشروع حضاري. عندهم مشروع. واللي راحوا إفريقيا أيضا من المتصوف اليمنيين وغيره ايضا كان عندهم مشروع حضاري. فاذا لابد من التفريق بين الغزو والفتح.